منتصر واخد موقف من شيكابالا معلن. ما هو مفيش غير شيكابالا دلوقتي. احنا هو الوعيد الكبير في السنة. بقول لك حاجة؟ لا من شهر وانت معانا كلنا قلنا شيكابالا يختار موعد اعتزاله، انت قلت ليه؟ صالح الزمالك يقول هو يعتزل امتى؟ بس انا الفرقة ما تستحملش ثلاثة كبار سن. لو بنتكلم على الزمالك، ما هو بالعكس، انا عندي شيكابالا وعندي عبد الله السعيد وعندي محمد عبد الشاف والثلاثة اساطير فعلا، والثلاثة شافوا بره خلاص يا منتصر مش موجود، هو شيكابالا ما بيلعبش، بس هو عبد الله اللي موجود. بس النهاردة انا بشوف حتى لو كان في عبد الله من افضل الناس من مركزه على حاليا في الوقت الحالي، وانت جايبه متعاقد مع السنة، يبقى انا بشوف ده سنتين. عبد الله سنتين اه يعني لسه اول سنة ليه. فبقول ان هو النهارده عبد الله موجود، النهارده زيزو موجود، الناس موجود. انا اتمنى ان شيكابالا اللي بحبه وبقدره عارف ليه ما يخرجش العبره من عطاء واحنا بنتفرج على كريستيانو قدامنا يتعدى كلمه اسطوره. انت عايز تقارن اي لعيب في الدوري المصري؟ لا اخده مثل، مش اقارن، ما بقارنش، بس اخده مثل. صح يا استاذ حسن؟ لا صحيح. بص انا عايز اقول لك العطاء بتاع كريستيانو حتى مع النصر السعودي، وشفته ازاي بيعيط في اخر مباراه بتاعت نهائي الكاس وبيموت نفسه يا راجل، ده عمل دبل كيك لو هنا الناس عملتها هيجي لها انزلاق غضروفي. لا هي بس في موضوع شيكابالا انا عايز اقول حاجه، يعني هو شيكابالا رمز او اسطوره بالنسبه لجماهير الزمالك، يعني وحقهم حقهم وده حقهم، ومش لمصر ايه كموهبه في الكره المصريه، مش لمصر. لا اصل الاسطوره بالنسبه كاسطوره لنا دي هي منتصر، بس ما عملش حاجه للمنتخب برضو. ايه معايير مختلفه، وبعدين ما عملش حاجه للمنتخب عشان على حاله. اما الكابتن خطيب ما عملش حاجه للمنتخب، وانت اسطوره قول لي عمل ايه الكابتن محمود، قول لي عمل ايه، شارك ما عملش حاجه للمنتخب في 86 كان زيه زي شيكابالا في 2010. بس لا هو من غير ما نقارن، الكابتن محمود الخطيب دي فتره، الكابتن محمود الخطيب كان غير محظوظ مع المنتخب للاصابات زي شيكابالا، والكابتن محمود شيكابالا مش اصابات، غير هدف واحد في مباريات الاهلي والزمالك ومن ركله جزاء. صح على مدى التاريخ. ايوه بس انت ما ينفعش النهارده نادي يا جماعه تشيل كل تاريخه عشان اصل خاطر في ماتشات الاهلي والزمالك جون واحد وبتاع. الاسطوره الالمانيه تختلف على توني كروس، لا اللي هو المهاجم، ايوه مولر، مولر تختلف على ان ده اسطوره بكل ارقامه، لم يحرز اي ولا هدف في اليورو. صح شوف هذا الاسطوره كاس العالم ولا تاريخي لم يحرز اي هدف في اليورو. فهو انا مع حسن، انا مع حسن ان الاسطوره على المستوى العام لها مقاييس، لها معايير مختلفه. بمعنى بص كلمه اسطوره بشكل عام هو الشخص الذي يتفق عليه الجميع، زي كريستيانو اللي قدامنا ماشي يتفق عليه الجميع، بمعنى زي محمد صلاح. لا اذا كنت هتتكلم محليا وبتقارن بين شخصيتين او هتتكلم بشكل عالمي، فالعالميه احنا ما عندناش فيها غير محمد صلاح. صح. عشان نتكلم، فاحنا عشان نتكلم بمنتهى الامانه يعني ممكن ابو تريكه كان هيبقى اسطوره لولا الاحداث اللي وقع نفسه فيها، الاحداث السياسيه برضه اختلف مع حضرتك. فابو كان هيبقى اسطوره ابو تريكه، حازم امام ما ظل بس حازم امام من الشخصيات اللي اتفق عليها الجميع، اهلي وزمالك وكل حاجه. في بعض الشخصيات ميدو على فكره رغم اختلاف ناس كتير معاه، لا هو ميدو ما وصلش. بص ميدو لا ما احنا اي لعيب اسطوره على عدم الاختلاف جماهيريا، يعني الراجل ده اخلاقه مهذبه وعنده موهبه كرويه او هو بيحقق ارقام. لا بالك على الاثنين برضه، الكوره مش بالاخلاق ولا الادب. حسن شحاته اسطوره، حتى والخطيب ايوه حسن، كابتن حسن شحاته فاروق جعفر ومصطفى عبده اجتمع عليهم الجمهوريه. ايوه احنا بنتكلم الاسطوره اللي بيجتمع عليها، الاسطوره ده يبقى مؤدب ومحترم، اصل هو برضه مش شيخ جامع يعني عشان يبقى الاسطوره ده مؤدب ومحترم. مش على مؤدب تقبله الجمهورين، تقبله الجماهير كلها، وكان ليه اسهاماته مع منتخب بلاده. لا الكابتن يعني كان حسن شحاته ولا الكابتن خطيب كان ليهم اسهامات مع منتخب بلاده. اسهامات بمعنى ايه؟ اسهامات بمعنى ايه؟ ان كان في تواجدهم كان بيبقى ليهم دور مؤثر في يعني اقبال الناس على المباريات، وكان بيبقى ليهم بصمه، مش شرط في زياده شعبيه النادي نفسه بالظبط. حتى ما بييجوا يختاروا افضل لاعب في القاره او هكذا بيختاروه بمعايير معينه برضه، نفس المعايير اسهاماته مع منتخب بلاده، بصمته او اقبال الناس عليه او الجماهير، شعبيته تمام، مش عارف ايه، اخلاقه، كل هذه الاشياء. انما قصه اي لعيب بشكل عام سواء في الاهلي او الزمالك بيبتدي ان هو حتى لو هو بيبقى ليه شخصيه، يعني مثلا هتيجي في يوم من الايام تقول لي امام عاشور ده عمره ما هيبقى اسطوره، كهربا ده عمره ما هيبقى اسطوره. لا بس هقول لك ليه، من الصعب تحكم عليه هو لسه. هقول لك ليه، هقول ما عمره ليه. بص بص حازم امام مثلا، هنفترض كحازم امام، حازم امام مشي على مشوار طريقه حتى وهو صغير وهو كبير وبتاع، عمره ما كان بيخرج عن النص. صح. في لعيبه كده مثلا سواء في الاهلي او الزمالك بتحافظ على احترام
الناس ليها تمام. او بتبقى شخصيتها هي ما بتاخدش بس خلي بالك يا استاذ حسن في ناس بتبان الشخصيه دي لكن في الحقيقه هي مش كده بس الواقع اللي احنا اطيب الناس كابتن حازم ذات نفسه ما كان ليه فيديو واضح وصريح قدام الناس كلها الناس شافتها وده لا يعبر عن شخصيته ولا اخلاقياته مثلا لا انا ماليش علاقه باخلاقيته انا بتكلم على ان هو ماشي في اطار الادب وانت طبعا انت هتخش في الادب والاحترام والاخلاق لا على الاقل احنا بنتكلم ان كان بيلعب كوره المكان هو عليه هو أيوة. ما هو بشر برضي هو ده والكابتن الخطيب نفسه ما كانش ليه سقطات في بعض الفترات كل الناس بتقول هو لعب كوره بس هي القصه في سقطات في حاجات ما تاخدوش في الحته دي يا بكر احنا بنتكلم وهو في اداؤه يا مهدي انا بتكلم وهو في اداؤه في الملعب اثناء الاداء بتاعه وتواجده فكان بيحاول انه يحافظ على علاقته بالجميع ما بيحاولش انه يسيء لحد او يستغل بالزبط. مثلا حاجه عشان يعمل ترند فهي دي الحاجات اللي بتصنع حب الناس للشخص او بقائه في كلوبهم يلا يعني. كريستيانو ففي حاجات كتيره او عوامل كتيره بتساعد على ان الانسان يفضل في ذاكره التاريخ الناس في ذاكره التاريخ نفسه قدامنا كريستيانو بمناسبه ان احنا بس الحوار ده خارج الاسكريبت يا جماعه لان احنا بنتابع مباراه البرتغال يعني خلقته الظروف قدامنا كريستيانو فبنحاول نقول للاجيال اللي جايه كيف تصنع من نفسك شيء له تاريخ ويكون في ذاكره الناس لان بعد الاعتزال ناس كتيره جدا بتراجع نفسها وتقول ما كنتش موفق لما عملت ده او بلاش اقول بعد الاعتزال صدقني وده احنا عشناه بعد ما تكسر ال 45 يعني هي من ال 40 بس خلينا نقول ال 45 مع ناس كتير مفاهيم كتير بتتغير عندما تصل الى ال 50 بتجد نفسك اكثر هدوءا واكثر رزانه وحاسس ان الدنيا ما كانتش مستاهله جري الوحوش اللي كنت فيه بالزبط. والخناقات اللي كنت عايشها والموضوع ابسط بكتير وهديك مثال انا يعني انا مثلا عصام الحضري هو مش اسطوره 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 بارقامه اسطوره بشهاده الفيفا كلها لكن هل هو مع الجماهير ما معلمش فاهمني ممكن عارف. الارقام لا تصنع احنا بنتكلم اسطوره يعني ناس انا يعني كشخصيا او كاي مشجع مثلا بيتكلم عن هذا النجم او هذا اللاعب بيتكلم بحب بتفرق عن ان واحد ليه لقطة مع الناس خلت فيه يعني مش كل الناس مجمعة عليه واخد بالك فهي لا انا بديك امثلة انا فاهم بس انا بديك امثلة بسيطة مش شخصنة الاعلام مش حضرتك ما لا. هو شرح لمفهوم خلي بالكم بس لازم تقولوا حاجة ان زمان كانت المعايير صادقة صح. الخطيب اسطورة محبوب بجد من الشارع الى القلب الى البيوت حسن شحاتة الجيل ده جيل التلامذة كله في الاهلي الجيل الاسطوري بتاع السبعينات والثمانينات في الزمالك كان المعيار قلوب الناس أيوة. لكن دلوقتي المعيار السوشيال ومين مع صفحات ده اللي انا عايز اقوله مين مع صفحات هو ده اللي انا بتكلم أيوة. فيه قلوب الناس قلوب الناس لكن مش قلوب الناس هنا المعايير كاذبه والاعلام بيلعب دور هو الخطيب متربع على القلوب ليه لان كان الحب بجد حسن شحاتة الحب بجد كانت بتحب اللعيب المهاري اللعيب اللي بيبدع في الملعب اللي بينتزع لا والكابتن الخطيب كان ذكي كان ذكي زمان الصدق في المشاعر وتمام انا عايز اقول بص الكابتن الخطيب ربنا يشفيه طبعا هقول كان عنده ذكاء الى جانب الموهبه ذكاء بمعنى ايه اولا زمان في حاجات كان اللعيبه بيحرصوا عليها مش موجوده بمعنى يعني مثلا اولا ما كانش الاعلام بهذا الانتشار فكنت تلاقي مثلا في الاهرام مثلا الاستاذ حسن المستكاوي استاذ ابراهيم حجازي ففي بداياتهم حتى كان الكابتن الخطيب ايه اما يعني اي صحفي بداته يروح يعمل حوار مع الخطيب لا كان بيستوعب ده صح. ويجيب ده ويعمل ده فكان بيتعامل مع الاعلام صح. بذكاء انه بيحتوي الجميع فمحدش يكتب عنه حاجه وحشه فما حدش يبقى في تواصل كان عنده قدره على في لعيبه دلوقتي يا باشا والاعلام كان بيحكي زي ما انت بدات هؤلاء الموهوبين أيوة. يعني الكابتن الخطيب كان من اهم مستشارينه من الاعلاميين او حبايبه في انت بتتكلم الكابتن حسن المستكاوي وقبليه عم نجيب في بداياته أيوة. وبعد كده الاستاذ ابراهيم حجازي ارتبط بيه رحمه الله عليه عم جدنا ما في الاخبار انا بتكلم على اللي ارتبط بيه بقوه الاستاذ ابراهيم حجازي كانت حتى الناس تخاف من دلوقتي تبقى قاعد تروح مسرب عشان تعمل ترند ولا مش عارف ايه المهم يعني دائما وابدا الاسطوره يصنع نفسه باخلاقياته ورقيه لانه ده اللي هتفتكره الناس مع اهدافه الجميله وتاريخه امبابي سنه كام
وبيعتبر اسطوره في العالم. ليه؟ لانه جمع ما بين الاثنين. مش هقول لك كريستيانو، بما ان الاثنين قدامنا والنتيجه ما زالت 0-0 في الدقيقه 113 ونحن معكم على الهواء مباشره، نتابع البرتغال وفرنسا وشكل الامور رايحه الركلات التربيح. اساس ان فرنسا هتعمل حاجه زي اسبانيا كده ان شاء الله. يخرب بيتك، الحمد لله الواد ده حول بتاع فرنسا رقص اربعه وحول شعره طويل، ما انا قلت لازم حاجه ضيقته. بس انت مش معايا استاذ عبد الناصر انه الاعلام دلوقتي بيلعب دور كبير جدا في تفخيم اساطير من ورق ووائد اساطير حققوا البطولات؟ لا ما تقولش الاعلام، السوشيال ميديا يعني اللجان والحاجات دي. السوشيال يا باشا بيقبض وبيشتغل اللي بيدفع. يعني مين بيقول ان عصام الحضري مش اسطوره بالارقام وبالبطولات مع المنتخب؟ احمد حسن عصام الحضري اسطوره من اي اتجاه؟ مع المنتخب الوطني محقق اصل بالك متصل. لا لا ما هي المشكله ان انت اي حد ماشي في الشارع تقول عليه اسطوره. ماشي لا الراجل تاريخه ولعب مع المنتخب وبتاع، لكن ما ينفعش اسطوره. انا لا ما ينفعش تقل عليه اسطوره احمد حسن. ليه ليه ما ينفعش؟ الراجل مشواره الاحترافي يا عم ماشي مشواره، راجل تاريخ مع المنتخب، لكن كاسطوره ليه؟ عمل ايه عشان يبقى اسطوره؟ ما انت لو كان عامل لاربع بطولات كاس امم مع المنتخب الوطني، ما في 5000 واحد عامل اربع بطولات مع المنتخب. ماشي نعدهم، في قايمه 23 واحد عامل اربع بطولات مع المنتخب، يبقى كلهم اساطير. يبقى كلهم اساطير. لا احنا مش عايزين، بص عايزين نتكلم عشان الناس بس تحترمنا. مين النهارده اللي خدوا اربع بطولات مع المنتخب؟ عصام الحضري كام بطوله؟ 98 والثلاث بطولات اللي هم مع كابتن حسن شحاته. تمام اربعه صح؟ احمد حسن تقريبا كان هو الوحيد اللي موجود نفس القصه. يجي بعد منهم احمد فتحي، اعتقد كان موجود في الثلاث بطولات. احمد فتحي لما تقالش عليه اسطوره، احمد فتحي جايبها من تحت من العيال الصغيره. انا بقول لك ما انا بقول لك في ناس هي ما عندهاش كاريزما النجوميه اللي عند الكابتن الخطيب والكابتن حسن شحاته، لان النجوميه المفرطه دي وحب الشارع حاجه والارقام حاجه، فلازم تبقى المعايير متوحده. انا بشوف انه الناس اللي بتاخد جائزه افضل لاعب في العالم والبتاع ما بيبصوش هو مؤدب ولا بيميز على الجماهير ولا يا فندم. دلوقتي مقاييس وجري وحسابات وارقام وبطولات بالظبط، واحيانا بتتحسب بالاعلانات ومين مين في ظهره مين ومين عامل اعلان لمين وبتاع. بالظبط كاس العالم للانديه. طيب